بنبدا على طول سؤالنا السلام عليكم يا دكتور مح... السلام عليكم يا دكتور محمد ماشي ابني عنده سنتين وثلاث شهور ومتاخر في الكلام انا ملاحظ ان في اسئله كثيره موضوع الكلام ده يعني شاغل ناس كتير مش بيقول اي كلمه بس بيفهمني كويس ده كويس قوي هو سنتين وثلاث شهور وكمان شقي جدا لدرجه انه مش بيهدى غير وهو نايم ارجو الرد وشكرا سنتين وثلاث شهور زي ما قلنا ولا كلمه خالص لا الامر يستدعي استشاره تخصص طب امراض التخاطب. وبفكر حضراتكم ان احنا لو عايزين ترجعوا للاركايف او للارشيف بتاعنا ان احنا قدمنا حلقه عن امراض التخاطب مع قامه علميه كبيره وهو الاستاذ الدكتور حسن الغندور استاذ امراض التخاطب بكليه طب جامعه عين شمس. التخصص ده يا جماعه هو اللي بيوجه ناحيه ان الطفل هنكتفي بتخصص تخاطب ولا هنحتاج كمان تخصص طب نفس الاطفال؟ يعني هنحتاج التخصص ده ولا لا؟ لانه موضوع انه مش بيهدى غير لما ينام يعني دي نقطه او وصف نسبي شويه، يعني احنا اتفقنا انه الانطباعات ماشي مهمه لكن ما بيتاخدش بناء عليها قرارات طبيه، هي ممكن تقودنا يعني تقودنا احنا كاطباء ان احنا ناخد الانطباع ده ونبتدي نحلله كده مع حضرتك في الكلام وناخد الهيستوري او التاريخ المرضي ونبتدي نرتقي بمستوى الانطباع ده نتاكد بقى بالكشف الطبي بتحاليل معمليه باجراءات فحص وهكذا. يعني هنا لازم نتاكد بقى في الحاله دي انا باخد بقى هنا التعبير الحرفي اللي اتقال في السؤال انه مش بيهدى خالص غير لما ينام. فلازم نتاكد من عدم وجود حاله فرط حركه مثلا اللي بتبقى مصحوبه بتشتت الانتباه ونقص التركيز. وده من ضمن نطاق تخصص طب نفس الاطفال وبرضه زي ما نوهت عن حلقتنا اللي عملناها في التخاطب الحقيقة كنا قدمنا حلقة أو أكتر كمان مع الأستاذة الدكتورة نهى صبري أستاذ طب نفس أستاذ طب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة واتكلمنا فيها عن فرط الحركة وتشتت الانتباه ونقص التركيز اتكلمنا عن ده كويس ممكن برضه ترجعوا لها لكن البداية في السؤال ده الحل لازم تكون من محطة أمراض التخاطب وانا باكد هنا على استشاره طبيب امراض تخاطب انا بقول اهو طبيب امراض تخاطب الله هو في حاجه تانية اه في حاجة اسمها مراكز التخاطب ودي مراكز في جزء كبير منها أو بتبقى مراكز مجهولة الحقيقة ومش عايز أقول لكم يعني أو لا أخفيكم سرا أنه بيبقى مش شغال فيها دكاترة أصلا وإحنا اتفقنا قبل كده أنه استراتيجية علاج أمراض التخاطب لابد أن يتم التشخيص ووضع خطة العلاج عن طريق تخصص أمراض التخاطب وهو تخصص طبي التخصص ده بقى بيكون مسؤول بعد كده انه يوجهكم مثلا ناحيه مراكز معينه سواء حكوميه او يعني جامعيه او حتى خاصه بس بتكون استراتيجيه العلاج دي تحت مظله الطب لانه وارد انه الاخصائي التخاطب او اللي بيقوم بجلسات التخاطب مثلا مع الطفل ممكن ما يبقاش دكتور اه انا بقول لكم اه لكن لازم يبقى معاه شهادات معتمده من الجامعه ولازم ياخد تدريبات معينه وتبقى تدريبات مهمه جدا، بيبقى مؤهل انه يتعامل بقى هنا. فاهمين قصدي؟ انما للاسف اللي بيحصل ان في ناس بتروج لنفسها وتلاقوا كده وانتم ماشيين في الشارع تبص تلاقوا مكتوب على الحيطان كده وكده ويقول لك لعلاج التخاطب بالمنزل وتلاقوا رقم تليفون، دول تعرفوا على طول دول مش اطباء، دي حاجه ملهاش علاقه بالطب اصلا. واليوتيوب بقى الحقيقه مليان يعني انا اسف مليان بلاوي يعني مليان مصايب. من مصر وخارج مصر وتلاقي ناس بيعملوا حاجات غريبة ويقول لك دي بيعالج التأخ... بيعالج التأخر النطق وبتاع، كل ده كلام فارغ، كل ده خطأ. إدي العيش لخبازه وهو مش هياكله بقى ولا هياكل نص ولا هياكل ربعه خالص، ده هنا ال... الخباز هنا هو الطب. فإحنا لازم نروح للدكتور زي ما بقول هو تخصص أمراض التخاطب، هو بقى هيوجهنا، هو هيقول لنا نعمل إيه. تمام كده؟